السلام عليكم. اليوم رانا متواجدين داخل النفق نتاع المترو الرابط بين محطة عين نعجة ومحطة محمد بوضياف في عين نعجة، لكن 800 متر على المحطة الأولى اللي نستعملها حاليا. والآن نلاحظ أن النفق المتوالي كله منتهي الأعمال الخرسانة فيه، تبقى عملية وضع السكة الحديدية وكل التجهيزات نتاع استعمال نتاع المترو، وتبقى محطة أخرى هي محطة القرب من قطار عين نعجة، وهي محطة متعددة الاستعمالات بين المترو والقطار ووسائل التنقل البرية من حافلات ومحطة تاكسي. وهذه المحطة موجودة لم يتم، ما زال ما انتهت الأشغال بتاع الخرسانة، ولكن ما زال ما لحقناش بها. أنا في الصور نشاهد النفق نتاع المترو باتجاه محطة محمد بوضياف، وهنا نوصل للمحطة نتاع، أنا هنا في المحطة نتاع محمد بوضياف، ونلاحظ أن المحطة كلها أشغال الخرسانة منتهية منها، تبقى عملية تركيب الأجهزة و السكك الحديدية. هنا نشوف محطة ما شاء الله كبيرة، والمحطة المقبلة هي محطة نتاع القطار اللي متصلة بالمحطة نتاع القطار نتاع عين نعجة. نخليكم على الصور، والسلام عليكم.